امسي عليكم بالخير زملائي من داخل الاستوديو عبد الله ورود. يعني الاجواء جدا حلوه وجميله بهالمكان صراحه. يعني انا بهالتغطيه ما ودي اتكلم وايد لان فعلا الكلام عند المبدعين، الكلام عند الفنانين اللي شالوا المسرح شيء صراحه. ونرحب بالفنانه ايمان، يعطيك الصحه والعافيه وعيدك مبارك. عساك من عوادة ويعافيكم ونورتونا والمكان مكانكم. أكيد إيمان المسرح منور بوجودكم صراحة. يعني اليوم إحنا شفنا العرض قوم المسرح شال شيل صراحة، الكبار الصغار مستمتعين. اليوم شلون تشوفين كونك فنانة؟ يعني شلون تشوفين المسرح الاستعراضي بالنسبة للأهل للأطفال؟ شلون تشوفين إقبالهم على هذا المسرح؟ أول شيء أنا وايد سعيدة لأن أنا شفت إقبال أتوقع ما صار من سنين يعني. وأكيد دائما الكويت سباقة بكل شيء حلو وجميل ويعطيهم العافية أكيد كل اللي شاركوا في هالمسرحية. أنا أشوف أن المسرح حلو بالاستعراض، حتى لو كان مثلا في بعض الناس يقولون أن لو حتى كان في استعراض ما يكون في قصة، بس هالكلام غير صحيح لأن حتى مع المسرح الاستعراضي راح تشوفون في شو حلو، راح تشوفون في ستوري حلوة، راح تشوفون في ناس وايد مستمتعة وقاعدة تعطي من كل قلبها على خشبة المسرح، ففي مسرح متكامل. أكيد إيمان، يعني إحنا هذا اللي لاحظناه وهذا اللي لامسناه وشفناه في الواقع. فعلا المسرح كان شيء جميل وصنع بأيادي جميلة أيضا بوجودكم وبوجود طاقاتكم. يعني ما شاء الله عليكم من أول لحظة لين آخر لحظة أنت ومع الجمهور وحدة، يعني بوحدة وتفاعل الجمهور معاكم. فهذا اليوم يعني شيء جميل لما الطفل يتفاعل معاكم وأنتم تتفاعلون معه. يعني ترى شعور الطفل جدا ما ينوصف صراحة. اليوم بما أنه عيد وأنت مع عائلتي الأهل، شنو ودك تقولين بهذه المناسبة بعيد الأضحى والكل قاعد يسمعك ويشوفك اليوم؟ أقول لهم عيدكم مبارك، وأهم شيء أن أنتم الحين قاعدين تشاركوني نجاحي، ونجاحي أتوقع هو نجاح الكل، وأنا وايد سعيدة بهالنجاح ويا رب يدومه علينا يا رب. اللهم آمين، وأكيد من نجاح لنجاح. وأكيد يعني أنت إنسانة جدا مبدعة وحبوبة والكبار والصغار يحبونك. نتمنى لك كل التوفيق يا رب العالمين إيمان، ويعطيك الصحة والعافية، ونرد نقول لك كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، والحين أخليكم مع زميلي عبد الله عبد الرضا. أكيد شكرا، يعطيك الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين، يعني تغطيتنا من المسرح صراحة شيء لا يوصف. يعني أنا موجودة في المسرح والناس ما زالت موجودة وقاعدة علشان التفاعل مع الفنانين وتشوف الفنانين وتصور معاهم عشان تاخذ هاللحظة الجميلة والذكرى الجميلة من عندهم. ومعاي الحين الأستاذ عبد الله عبد الرضا علشان يشاركنا هذه التجربة الحلوة من داخل المسرح. يعطيك الصحة والعافية وعيدك مبارك. أيامكم سعيدة طبعا، عيدكم مبارك، وإن شاء الله أيامكم دائما سعيدة. وشكرا تلفزيون الكويت، تلفزيون السباق والداعم الأول للشباب والفن في الكويت، وإن شاء الله يعني تجربة مسرحية صنع في الكويت يعني أول يعني شيء جديد، تجربة جميلة مستمتعين فيها، مستمتعين في هذا الإقبال والنجاح بفضل رب العالمين، بفضل جمهورنا الوفي، جمهورنا اللي دائما يدعم الطاقات الشبابية والفن بشكل عام. عبد الله اليوم يعني أنا ودي أسألك، كونك المنتج اليوم شلون تشوف المسرح أو مسرح الطفل؟ يعني أنا الحين لما نيت المسرحية وشاهدت المسرحية أنا استأنست أكثر من الأطفال، فهل هذا المسمى ينطبق على مسرح الطفل فقط ولا هو مسرح الكل، مسرح العائلة نقدر نقول؟ بالضبط، تقدرين تقولين مسرح العائلة، مسرحنا مسرح عائلي مش بالضرورة بس طفل، الطفل يستمتع، الكبير يستمتع، يعني جميع الأعمار. أنت شايفة الحضور الغفير اللي شايفته، جميع الأعمار مستمتعين بتوليفة أغاني الثمانينات مسوين، ويعني رايحين حق حقبة شوية تمس الشعب الكويتي بشكل عام. يعني عبد الله احنا هذا اللي شفناه وهذا اللي لامسناه، هديتنا حق زمن قبل، يعني ما شاء الله بالاغاني بالرساله اللي موجوده في الاغاني. اليوم شنو تحب تقول حق الناس والساده المشاهدين؟ يعني انا دائما الناس تتساءل وتقول ان ترى ما يتعبون، يعني انتم ما تتعبون، ما شاء الله عليكم يعني فتره عيد والناس زوارات وطلعات وراحات ويايات، بس ما شاء الله عليكم انتم موجودين في المسرح علشان تسعدون وتفرحون هذيل الأطفال أو تفرحون الناس اللي جايت لكم. اليوم شنو الرسالة اللي تحب توجهها لأولياء الأمور؟
شوفي احنا اختيارنا حقبة الثمانينات لان هي الحقبة الذهبية نقدر نقول في الكويت او بالخليج بشكل عام، فاختيارنا حق هذه الحقبة لانها مست الناس وحقبة جميلة جدا، ويعني احنا اخترنا هذه الحقبة نبي نرجع العالم الناس اليوم الشعب الكويتي، يعني تقدرين ملوا او حسوا انه خلاص ليه متى كنا لا احنا الشعب الكويت موجودين ولازلنا وفي عندنا انجازات والخير بقبال مثل ما يقولون. اكيد وان شاء الله من انجاز لانجاز عبد الله، وكل التوفيق لكم. يعني شكرا على هالجهود هذه، وشكرا على اسعاد الناس والجمهور اللي جايين هذا المسرح الجميل. يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك وشكرا، نشوفكم على خير. أعزائي المشاهدين، يعني صراحة أنا قلت لكم أنا اليوم ما راح أحكي، ما راح أتكلم، أنا راح أخلي الكلام حق الفنانين، لأن فعلا المكان مليء بالطاقة الإيجابية، بالسعادة، بالفرحة، بالابتسامة. الكل اللي قاعد يعني خلف أو مقابلي الكل مبتسم وقاعد فرحان ومستانس ومتحمس علشان يشوف عروضكم. يعطيك الصحة والعافية وكل عام وانتم بخير. انتم بخير، عيدكم سعيد ان شاء الله، حب كبير لكم يا اهل الكويت، تلفزيون الكويت. اكيد اكيد. اليوم ودنا نعرف دور المسرح بالنسبة لك، او المسرح بالنسبة لك شخصية، يعني خلينا نقول المسرح اقدر اقول لك اني حبيته وشيء جديد علي، شيء مرة جديد علي، بس اني حبيته راح اعيدها مرة ومرتين وثلاث واربع على هالنجاح الحمد لله. الواحد وده يعيده ألف مرة. أكيد. يعني المسرح الكويتي ما شاء الله يعني وصل للخليج، وصل لأبعد الحدود نقدر نقول. اليوم شلون تشوف إقبال الخليج على المسرح الكويتي؟ والله زي ما أنتم شايفين هالجمهور وهالنجاح، يعني جمهور الكويت ما شاء الله تبارك الرحمن، الواحد يسعد أنه يكون بينهم وعلى عتبة المسرح معاهم، يعني شيء جميل. شيء جميل. وأنت وأجمل تواجدكم على هذه الخشبة وإبداعكم اللي بهذه الخشبة. الحين أنا ودي يعني أقول لك شنو ودك تقول حق الناس اللي قاعد يسمعونك أو يشوفونك من خلال تلفزيون دولة الكويت، معايدة تحب تعايد أهلك فيها خصوصا أن أنت موجود في المسرح. حاب أقول أول شيء لأهلي والسعودية كل عام وأنتم بألف خير، وأهل الكويت أحبكم أحبكم أحبكم، وشكرا على ثقتكم فيني، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، واللي ما حجز يحجز وما نسولف احنا وايد. اكيد. شكرا، قواك الله ويعطيك الصحه والعافيه. اعزائي المشاهدين، يعني كلهم ما شاء الله مبدعين ومميزين، بس الحين انا عندي ضيف جدا مميز حتى بلبسه. يعطيك الصحه والعافيه وعيدك مبارك. ايام السعيد. الله يحفظك. اللبس الحلو هذا، الله يسلمك، وطيبك هذا. الله يحفظك يسلمك. اليوم شلون تشوف اقبال الجمهور والناس على المسرح خلال فتره الاعياد؟ والله الحمد لله، يعني نقول هو المسرح متنفس وترفيه حق الناس، وإن شاء الله نقدر أن احنا نسعدهم بأي شيء. أكيد أنتوا سعدتوهم، يعني علي اليوم الجمهور صراحة لو الود وده يقوم معاكم في المسرح. واللي أنا حبيته جدا في هذا العرض الجميل أن طول ما هم قاعدين على خشبة المسرح عيونكم على يعني الناس، تحاولون تخطفون من كل مكان نظراتكم بحيث أن تحسسونهم في أن أنتوا ترى متواصلين معهم. فشنو السر بهذا النجاح علي اليوم؟ يعني المسرح ترى شيء جدا كبير بعدد كبير وهائل من الجمهور، شلون انتوا تقدرون تتواصلون معهم بهذه الطريقه؟ والله هو الصدق، يعني احنا صادقين ونحب نوصل طاقه حقيقيه حق الناس، احنا فرحانين ونحاول نوصل لهم الفرحة بكل تلقائية وسلاسة وبساطة، هذه هي القصة يعني كلها. أكيد علي، وهذا اللي احنا شفناه بصراحة، الفرحة كانت عليهم واضحة ومبينة في يعني العرض، خلال العرض. اليوم شنو تحب توجه رسالة للسادة المشاهدين يعني بهذه المناسبة السعيدة اللي هو عيد الأضحى المبارك؟ أقول لهم إن شاء الله تعودونا دائما بالخير والصحة والعافية، وإن شاء الله دائما نلتقي معاكم على الخير، لا فاقد ولا مفقود إن شاء الله. اللهم أمين. علي يعطيك الصحة والعافية ومشكورة على وقتك، أكيد وراكم عروض أخرى علشان تسعدون فيها الناس. شكرا. شكرا. أعزائي المشاهدين، مثل ما شفتوا وتابعتوا من المسرح الكويتي تحديدا في منطقة حولي، الجمهور ما زال ناطر ومتحمس حق العروض القادمة. هذه كانت تغطيتنا من المسرح المتميز الكويتي لكم، أتمنى أن هذه التغطية نالت على إعجابكم. ننتقل معكم من داخل الاستوديو.